انطلق مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن ببريقه المعهود وبمتابعيه المتلهفين بكل شغف لما يعنيه هذا المهرجان المحلي والعربي. ليالي مهرجان جرش متنوعة أردنية وعربية تحمل في طياتها حباً وكرماً أردنياً خالصاً. وفي ظل دعم أردني متواصل كانت ليلة فلسطينية في مهرجانها العالمي وعلى مسرحها الجنوبي فرقة العاشقين القادمة من الشتات والمسرح الشمالي تريو جبران القادمة من الوطن المحتل. هذا اليوم حديث البطين الأيمن إلى البطين الأيسر من القلب الواحد، حديث ضفة النهر إلى ضفتها إلى ضفته الأخرى، حديث الوجدان الواحد. ربما بالثقافة والأدب والشعر والفن والموسيقى نستطيع أن نوصل هذه الرسالة بأننا شعب واحد. أنا بقول اليوم الفلسطيني في جرش، يعني كأنه فلسطين في زيارة عند أهلها، وبالتالي من خلال الفن والثقافة اللي هي جذورنا وتراثنا واحدة، لكن رغم التباين الأماكن علينا أن نلتقي، وهنا نلتقي بالأردن مع الفلسطينيين بالفن الفلسطيني. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، هو هتاف الآلاف من جمهور ليلة فلسطين في جرش، وكيف لا والعاشقون قمر الليلة. رفعوا الأعلام والكوفيات الفلسطينية وعاشوا فلسطينهم الصامدة وبايعوها على حب أزلي وأقسموا بكنوز الأرض لا يستبدلونها. فرقة العاشقين ما كما كانت تساند المقاتل الفلسطيني فهي تساند القيادة السياسية الآن في مسعاها لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة. سر وعلى بركة الله، ونحن من خلفكم، ونحن ستكون صوت فلسطين وسفراء فلسطين لكم في الخارج وأينما كنتم. دوس من تدايس ويطالع عجبال النار وجريح الثورة، والعديد من الأغاني كانت حاضرة بالإضافة للوحات مميزة ومنوعة من التراث والفلكلور الفلسطيني الذي عبر عن جغرافية وطن محتل. وأنا ما تفاجأت لأنه عارف الشعب الفلسطيني وعارف محبتهم لنا وعارف كل شيء، لذلك ما تفاجأت، لكن جدا عزيزين على قلبي هالناس هذول. هذا هو العرس الفلسطيني. جيل جديد لم يعاصر فرقة العاشقين إلا أنه ردد أغانيها الناطقة باسم ثورته الفلسطينية وسفيرته للعالم. فرقة خلقت لتبقى شاهدة توثق وتحكي فلسطين على طريقتها. مساحة فرح فلسطينية جاءت من جرش الأردنية لتعكس رغبة فلسطينية بالعيش الكريم كباقي أهل الأرض. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، المدرج الجنوبي، جرش.